بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول عز من قائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، موضوع درسنا يتمحور حول شكر النعم. والنعم جمع نعمة، وهي ما يتنعم به الإنسان ويتلذذ. ونعم الله على عباده كثيرة لا يمكن حصرها، لأنها أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. وأكبر هذه النعم هي نعمة الإيمان بالله والهداية إلى دينه القيم واتباع ما جاء به من الحق وتصديق بوعده ووعيده. ونعمة الإيمان هي التي توصل العبد إلى الجنة، وهذا منتهى السعادة والفوز العظيم. وكل نعمة هي من الله. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والواجب علينا أن نعترف ونعرف فضل الله علينا بشكره على ما أولانا من النعم وما أفاض علينا من الخيرات، وذلك بصرفها في طاعة الله واتباع طريقه. فالله هو الغني الحميد، لا يحتاج ولا ينتفع بشكر من شكر، ولا يتضرر بكفر من كفر. وهذا الشكر يعود على الشاكر بالزيادة والبركة، ونكران النعم والكفر بها يعود على ناكرها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعبد الشاكر تظهر عليه علامات الشكر بصرف كل ما أنعم الله به من صحة ومال وولد وجاه وحواس وعقل وغير ذلك من النعم فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة، فإنه يكون قد صان نعم الله من التبديد فيما لا طائل ولا فائدة منه، يحقق بذلك النفع له ولغيره. وفوائد الشكر لله كثيرة، منها أن الشاكر يفوز برضا الله ومحبته. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الأوسط: فإن الله شاكر يحب الشاكرين. ومن فوائد الشكر أن النعم تنمو وتزيد، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك الشكر يدفع البلاء والعذاب ويحمي من العقوبة في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. قال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كما أن شكر النعم يدفع العبد إلى العمل الصالح ببذل النعم في الوجوه التي أمر الله بها وإحصانها مما نهى الله عنه، لتعود فوائدها على الفرد والمجتمع. وإذا أراد العبد أن يكون من الشاكرين فلا بد عليه من وسائل تعينه على ذلك، منها التوجه إلى الله بالدعاء وطلب الإعانة منه على الذكر والشكر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء خاصة عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك لا بد من التفكر في النعم التي يتقلب فيها العبد، وأن كل نعمة منه فضل، وكل عطاء منه يوجب الشكر. ويرى إلى من سلبت نعمة هو فيها يتمتع بأن يبادر إلى الحمد والشكر والشعور بما منه الله به وفضله على كثير من عباده، ويتذكر النعم التي بين يديه ومسؤول عنها يوم القيامة: هل أدى شكرها؟ هل صرفها فيما يرضي الله؟ قال تعالى:
ولتسألن يومئذ عن نعيم. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ولك الشكر على نعمك وآلائك، واجعلنا من الشاكرين الذاكرين. آمين، والحمد لله رب العالمين.